متواجدون هنا في الدائرة الثانية، ويشرفنا الآن معالي رئيس مجلس الأمة السيد مرزوق علي الغانم على الهواء مباشرة اختي حنان، وسوف نستعرض وإياه بعض الأمور الهامة من خلال يعني هذه النشرة. وتواجد يعني معالي رئيس مجلس الأمة هي فرصة لنا الحديث معه حول بعض يعني الأمور التي تهم الناخب والنائب المقبل بإذن الله تعالى. إذا حنان يريد أوصل بالكلمة على الهواء مباشرة مع معالي رئيس مجلس الأمة. تفضل. نعم، حياك الله أبو علي. ونحن متواجدون الآن في مدرسة معهم الزايدة المتوسطة البريين في الدائرة الثانية. أول شيء نقول لك الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. وأبو علي تأخرت علينا شوية، أنا عارف أنه موعد الصلاة، لكن أكيد تواجدكم وحرصكم اليوم على يعني نقل الصورة الجميلة للكويت في الانتخابات الديمقراطية. ماذا تعني الانتخابات التكميلية للناخب قبل النائب؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعدين ذي بد مسي عليك أخوي أبو يوسف وعلى السادة المشاهدين والمتابعين لهذا العرس الديمقراطي. الانتخابات في الكويت تعني عمل مميز امتازت به دولة الكويت والبرلمان الكويتي دون بين سائر الدول الموجودة في المنطقة. البرلمان الكويتي له مكانة مرموقة، له ينظر له العالم أجمع نظرة خاصة، وذلك بسبب الانتخابات الحرة والنزيهة والمباشرة. الانتخابات يعني تعني الكثير. الانتخابات هي الآلية التي يترجم بها الشعب الكويتي رغباته الحقيقية وتوجهاته عن طريق التصويت لمن يرى فيهم القدرة على تمثيل رأيه. تمثيل الشعب الكويتي وإرادته لا تكون بالحسابات أو وسائل التواصل الاجتماعي أو غيرها من الآليات الأخرى، إنما تكون عن طريق الاقتراع السري والمباشر، حيث لا ترهيب ولا ترغيب يستطيع أن يغير من رأيه، يدش الصندوق ويحط الاسم اللي يرغب فيه، ونتيجة الانتخابات تعبر عن رغبة الأمة. هناك تتغير، هناك أبو علي بين فصل تشريعي وآخر يعني، وينقص قدر الانتخابات التكميلية، خاصة يعني تقريبا هناك سنة متبقية من عمر المجلس. ماذا تقول لهؤلاء الفئة؟ لا يعني أقول لهم واجب عليكم أن تدلوا بأصواتكم، ما هو متبقي تقريبا يقارب نصف المدة. نعم. وليس سنة، يعني سنتين إلا شوي، وهذا فيها الكثير. وفي بعض الأمور قد تكون نتيجة التصويت فيها فرق صوت أو صوتين، وبالتالي اليوم حنا ننتخب ونخترع في الدائرة الثانية وأخواننا في الدائرة الثالثة لمقعدين شاغرين، لا بالتأكيد سيكون لهم تأثير سواء كان إيجابي أو سلبي. ما نتمناه طبعا أن يكون التأثير إيجابي، وأنا ما نتمناه أن يوفق زميلين جديدين اليوم في التعاون مع زملائهم في مجلس الأمة لتحقيق طموحات المواطن الكويتي. سقف الطموحات عالي، لا أحد يستطيع أن ينكر بأننا جميعا في المجلس نشعر بأننا مقصرون، لكن بالتأكيد وجود اثنين إلى جانبنا يساهمون في تحسين أداء المجلس سيكون له يعني أثر. فأتمنى أن لا يستهين أحد بالانتخابات كونها انتخابات تكميلية، لا بالنهاية هي انتخابات مهمة، وسيكمل فترة لا بأس بها من الفصل التشريعي، والله يعين اللي بيفوز يعني على تحمل المسؤولية، فالأمانة ثقيلة والتحديات كبيرة وكثيرة. نعم. وعلي ذكرت أن هناك طموحات كبيرة لدى الشارع الكويتي، ويمكن أنتم تقفون عليها وتتلمسونها من خلال يعني معرفتكم واطلاعكم على حديث الشارع الكويتي من خلال زيارتكم أيضا للدواوين، بالإضافة إلى عملكم المنوط والمسؤولية الكبيرة في رئاسة مجلس الأمة. ما هي الطموحات اللي ممكن يعني أن نعد فيها وأيضا تلبيتها لدى الشارع الكويتي، خاصة يعني في ظل يعني هذه الديمقراطية التي نعيشها؟
يعني في هذه الدقائق القليلة لا يسعني الحديث عن الكثير من الأمور، لأن سؤالك أخوي يوسف ما شاء الله يحتاج إلى وقت كبير، لكن خلني ألخصها في بعض الأمور. كل التحديات الماثلة أمامنا وكل ما يطالب الشعب الكويتي أو يطالبنا به الشعب الكويتي من تحسين في الخدمات والتعليم والصحة وغيرها من الأمور المناطة للسلطة التنفيذية لا يمكن أن تتم دون أن يكون هناك ارتكاز على قاعدة أساسية وهي الأمن والأمان والاستقرار. هذه أولوية للجميع وهي يعني نعمة المولى عز وجل يعني حظينا فيها في 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 دولة الكويت، بينما لا يمكن أن تفصل هذا الموضوع عما يدور خارج دولة الكويت، ولا يمكن لأي واحد صادق مع أبناء الشعب الكويتي أن يلغي هذه العلاقة بين 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 ما يحدث خارجيا وما يحدث داخليا. المنطقة ملتهبة، الأوضاع الخارجية ما هي سهلة، التحديات كثيرة وكبيرة شمالا وجنوبا يمينا ويسارا، وبالتالي لها انعكاسات أيضا على الوضع الداخلي. فأنا أتوقع وأتصور أن من أهم مطالب وأولويات الشعب الكويتي بأن نحافظ على الاستقرار وعلى نعمة الأمن والأمان مكتسباتنا الدستورية، ومن ثم ومن ثم هذه بالتأكيد من ضمن مكتسباتنا الدستورية، ولكن أيضا الدستور يجب أن لا يساء استغلاله، ويجب أن نحسن استخدام الصلاحيات والوسائل الموجودة في دستورنا ونصلح بالتي هي أحسن. أنا أعتقد الكثير من الأمور تم تحقيقها، والكثير من الأمور لازلنا متأخرين فيها في مجلس الأمة. نحاول خاصة، وأنا ما هو سر زين، وأنا قلتها في أكثر من مناسبة، أن عجلة التشريع نوعا ما بطيئة في المجلس، واتفقنا على آليات معينة، والله الحمد الجلسات الأخيرة يمكن تلاحظ ولاحظوا الأخوة المواطنين أن في وتيرة تسارع في عجلة التشريع. في نهاية المطاف الكل مجتهد، نصيب في ما نصيب به ونخطئ في أيضا أمور أخرى. الله يوفق ان شاء الله اللي بيهم. اسمح لي يعني بالاسترسال ونحن نستفيد من وجودكم ويانا اليوم. هناك رساله دائما ما يوجهها صاحب السمو امير البلاد حفظه الله ورعاه في المحافظه على المكتسبات الكويتيه الديمقراطيه الكبيره، ورساله تريد ان او يريد حضره صاحب السمو ان ينقلها للشباب الواعي، وخاصه ونحن نمثل 70% تقريبا من حجم الشعب الكويتي. من خلال لقائك مع صاحب السمو، ما هي الرسالة اللي يريد صاحب السمو توصيلها للشباب الكويتي؟ أعتقد صاحب السمو حفظه الله ورعاه يعني وضح كل رسالة في النطق السامي في افتتاح الفصل التشريعي، ووضح لأبناء أعضاء مجلس الأمة وأبناء الشعب الكويتي التحديات الخارجية الكبيرة التي نواجهها، وأيضا جسد بوضوح جلي كونه أحد المؤسسين وعضو في المجلس التأسيسي ما كان يقصد المؤسسون من بعض الصلاحيات الدستورية اللي قد يعني ما بيختار مفردات أخرى، لكن أقول يمكن لم نحسن استخدامها بالشكل الأمثل. رسالتي كانت واضحة، والله الحمد الغالبية الساحقة، لا أستطيع أن أقول الكل لأن الكل قاعد يعني يراقب ويشاهد، لكن الغالبية الساحقة استجابت بشكل فوري لرسائل صاحب السمو، وحولت هذه الرسائل إلى أمر واقعي داخل قاعة عبدالله السالم بالتصدي لأي تعسف يحدث دون الإخلال بالمكتسبات الدستورية وبمبدأ الرقابة الذي هو أحد جناحي مجلس الأمة، لكن إن شاء الله يحلق المجلس بجناح الرقابة وجناح التشريع ويعوض ما فاته خلال الفترة القادمة. لذلك وجود
نواب جدد معانا سيكون له يعني سيكون له اكبر الاثر ان شاء الله في الرساله الاخيره ابو علي. رسالتي الاخيره اولا اشكرك على الاستضافه والاخوه الافاضل اللي موجودين اليوم يغطون هذا الحدث الانتخابي المهم، ورجال الامن وكل الجهات المعنيه لهم كل الشكر والتقدير، وبالتاكيد مرفق القضاء وكل من عمل حتى لا أنسى أحد في إنجاح هذه التظاهرة الديمقراطية، وإلى الأفاضل أبناء الشعب الكويتي أتمنى أن يشاركوا في الحضور، مش مهم من حق تصوت، كلهم فيهم خير إن شاء الله وكلهم مترشحين لخدمة بلدهم وخدمة أبناء شعبهم، لكن المشاركة والتصويت لأي مرشح من المرشحين هو رسالة أيضا على إيماننا بالديمقراطية وأهمية الانتخابات بالنسبة لنا. شكرا جزيلا سيد مشكور على وجودك فيانا اليوم. مشكور يا أبو يوسف، جزاك الله خير الثانية وهذا شرف لنا، شكرا جزيلا. إذا كان هذا لقاء مختصر وكلمات جيدة لمعالي رئيس مجلس الأمة سيد مرزوق علي الغانم هنا في الدائرة الثانية، وهذه التوصيات في أيضا الدعوة للانتخاب لإخوانا الناخبين وتمنياته بالتوفيق للنواب القادمين للمجلس بإذن الله تعالى.